مع إشراقة صباح هذا اليوم شرعت محطات بيع المحروقات في المغرب في رفع أسعارها 12.77 درهما للتر واحد من البنزين، 8.84 درهم للتر واحد من الغازوال، زيادة أثارت حفيظة المواطنين. ماشي ديجا الاولى زادوا فيها الدرهم، قلنا ما كاين مشكل، وتتسنى بنادم باش يزيدوا في الاجور، ما كاين لا اجور ديال لا والو، وليسانس راه حنا باش يطلع بالاثمنه، هذا طلبوا منا باش ينقصوا عندنا ماشي يزيدوا عندنا. دون ان سونس الا كانت تكون من بعد اون باس سا بو نوز ارونجي، الا تبقى ديما اوغمونتاسيون مورا اوغمونتاسيون ما نفعش، سي ديفيسيل. هي ثاني زيادة في عهد الحكومة الجديدة عللتها بضرورة ملائمة أسعار المحروقات في السوق المغربية مع أسعار المحروقات في السوق العالمية، حيث ستتم مراجعة سعر المحروقات في المغرب مرتين في الشهر، وهو ما يعني احتمال تقلب أسعار المحروقات في المرحلة القادمة. كنستنكروا حنا من السيد رئيس الحكومة أنه ما شركش المهنيين باش، وعلما أنه كنا أسبوعا سربح ووعدنا على أساس غادي يشرك مهني النقل باش يلقاو واحد الصيغة توافقية لدعم هاد الناس ديال المهنة باش ما تأثرش سلبا على المقاولات النقلية. إنسان صايب عليه الحال شوية، هذا هو اللي كاين. يعني الا يلقى زياده بحال هكا الانسان غيولي يبيع طوموبيلته غيولي يمشي على رجليه. نشير الى ان نظام المقايسه يشتغل في اتجاه الارتفاع والانخفاض في اسعار المواد البتروليه في الاسواق العالميه، على انه في حاله الانخفاض سيستفيد المستهلك من الانخفاض مباشره في الاسعار المطبقه عند محطات الوقود، الا ان هذه المحروقات لم تعرف لحد الساعه انخفاضا يذكر في عهد الحكومه الحاليه.